بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في كورس ويب ديزاين. هنتكلم في موضوع اسمه البيج لي أوت. أي إيليمنت أنا هعمله جوه الصفحة بتاعتي، عايز أشوف الإيليمنت ده هيبقى ليه بوردر ولا ماليش، ملهوش بوردر. إيه المسافة ما بين الإيليمنت ده وما بين الصفحة؟ إيه المسافة بين الكلام الموجود اللي جوه الإيليمنت وبين البوردر اللي بتاعه؟ هل في مارجن ولا لا المسافه بين البوردر وبين الصفحه نفسها؟ هل الويدث بتاع الاليمنت ده قد ايه؟ هل في بادنج؟ هنشوف يعني ايه ليفت رايت بادنج وليفت رايت بوردر وليفت رايت مارجن والهايت. في حاجه اسمها كونتنت هايت وتوب بوتوم بادنج وتوم بوتوم بوردر وتوم بوتوم مارجن، هنشوف الكلام ده حالا. طيب لو انا عندي ادي الصفحه بتاعتي اللي هي بالمنقط اللي هي النقط المنقطه دي، جواها انا هعمل اليمنت وليكن باراجراف هيدنج اي حاجه، هيبدا منين؟ هيبدا من اولها خالص من عند بدايه النقط ولا هادي هيسيب مسافه؟ المسافه دي بنسميها مارجن ما بين اي اليمنت وبين الصفحه. طيب هل الاليمنت نفسه الباراجراف او الهيدنج او اي حاجه، هل الكلام اللي انا هكتبه هيبقى، هل هيبقى ليه بوردر الاول ولا لا؟ والبوردر ده حجمه قد ايه او السايز بتاعه، سمكه قد ايه؟ هل هيبقى واضح كده ولا هيبقى منقط ولا هيبقى مفيش اصلا بوردر ولا هيبقى تخين اكتر من كده ولا ايه؟ برضه بيتحدد. طيب هل في مسافه ما بين البوردر وما بين الكلام اللي هيتكتب جوه بنسميها بادنج، والبادنج ده بيبقى فيه ليفت وفي رايت وفي بوتوم وهكذا. تمام، يبقى اذا البادنج المسافه ما بين الكلام وبين البوردر، في البوردر نفسه وفي المارجن ما بين البوردر وما بين ايه الصفحه نفسها، وطبعا في الويدث والهايت، الويدث بتاع الكلام وفي الهايت بتاع الايه الكلام اللي جوه البوردر. تعال نشوف اكزامبل. لو انا هعمل هيدنج في السي اس اس هي اتش، عارفين احنا ال H1 ل H6 حسب يعني كلام هيبقى بحجم سايز مختلفه. هنقول بقى H2 بوردر هيبقى 5 بكسل، يعني ال H2 هعمل له بوردر 5، تخيل شايفين 5 بكسل، السمك بتاع البوردر 5 بكسل، وهعمل له 5 بكسل سوليد ريد، لونه ايه؟ ريد يعني احمر. تمام، البوردر اللي هو السكنس السمك يعني ستايل والسايز بتاع البوردر في الكل في الاول سايز، السكنس ده ممكن يبقى ايه؟ طبعا ممكن يبقى بالبكسل او بالبوينت او بالاي ام، وخدنا ايه الفرق ما بينهم المره اللي فاتت. الثين هيديني بالمنظر الرفيع ده، لو قلت ميديم هيديني بالمنظر ده، هعمل بوردر بالشكل ده، لو قلت ثيك هيديني بالمنظر ده. تمام، لو قلت دوتد هيديني الشكل ده، داش هتديني الشكل ده، دبل هيديني اثنين فوق بعض كده، جرو هيبقى يديني المنظر ده، ان ست هيديني الشكل ده، اوت ست هيديني الشكل ده، ريدج هيديني المنظر ده، سوليد هيديني الشكل ده. تمام، وطبعا ممكن اعمل كلر زي ما انا زي ما انا عملت كده للتكست والباك جراوند. طيب في شويه بروبرتيز، في حاجه اسمها بوردر كلر لو انا عايز ادي كلر للبوردر، في حاجه اسمها بوردر ويدث لو ادي له ويدث، بوردر ستايل، بوردر بوتوم لو انا عايز اشتغل على بوردر على الجزء السفلي بس من البوردر مش كله، بوردر ليفت، بوردر رايت على الجزء الليفت او الرايت او التوب، ممكن اقول بوردر بوتوم كلر، ممكن اعمل كلر للبوردر بوتوم ده بس واقول له مثلا ريد او اي حاجه، ممكن اقول بوردر بوتوم ستايل عشان ادي له سايز معين، ممكن او شكل معين، ممكن اقول بوردر بوتوم ويدث، بوردر ليفت كلر وهكذا. تمام، تعال نشوف اكزامبل. لو انا قلت عندي الهيدنج هكتب هيدنج بفونت معين بسايز معين، هقول بوردر ليفت الجزء بتاع الليفت ثيك دوتد، ثيك دوتد يعني عباره عن منقط وده اللون بتاعه ومفيش منه مسافه، بس ما بحطش اي حاجه، ثيك دوتد اللون ده، والبوردر بوتوم مش والبوردر بوتوم كلر هيديله اللون ده الار جي بي 0 128 128. احنا قلنا احنا ممكن الالوان نعملها ككود كده، او ممكن نعملها بالار جي بي كده، او ممكن نكتبها كلام ريد جرين كده وكده. فده ده لون معين وده لون معين، والبوردر بوتوم ستايل كله شغال، تشوف يعني البروبيتي دي شغاله على البوتوم على البوردر بوتوم، وده على البوردر بوتوم ستايل دبل، ستايل بتاعه هيبقى دبل هيبقى اثنين خطين فوق بعض، ده البوتوم، والبوتوم ولونه ولونه كذا، انما الليفت ثيك بوتوم منقط واللون ده. طب تعال نشوف الاوتبوت هيبقى عامل ازاي، اهو البوردر الليفت منقط باللون ده، البوردر بوتوم دبل وبالشكل ده، وده هيدنج ايه 2. البادنج احنا قلنا البادنج اهو
البادنج اللي هي المسافه ما بين الكلام وبين البوردر. تعالى هنا طبعا عندي برضو بادنج ليفت وبادنج بوتوم وبادنج رايت وبادنج توب اهو. لو انا قلت بي فهعمل باراجراف البادنج 20 بكسل والبوردر 3 بكسل والسوليد بلاك اهو. يعني ايه بادنج 20 بكسل؟ يعني هسيب 20 بكسل من كل ناحيه اهو. انا بدات الكلام من هنا فسبت 20 بكسل من هنا وسبت 20 بكسل من هنا وسبت 20 بكسل من هنا، وطبعا البرازون هيفضل يتكتب لحد ايه؟ لحد ما الايه؟ الاخر، وهيسيب برضه لحد ويقف عند 20 بكسل في الاخر. تمام؟ فبادنج بس يعني هعمل بادنج من الاربع اجناب. لو انا عايز اعمل بادنج ليفت بس يعني هسيب من الناحيه دي بس، كنت قلت بادنج ليفت 20 بكسل. تمام؟ طيب ده الهيدنج الباراجراف. طب الهيدنج اللي تحت ده الباراجراف ده الفيرست باراجراف والسكند باراجراف. طب تعالوا بقى الهيدنج اللي انا عملت عليه الخط اللي تحت ده، قلت زيرو بكسل بادنج، يعني انا مش هسيب اي مسافات ما بين ايه البوردر وما بين الايه. زي ما تلاحظوا ادي الليفت مش سايب اي حاجه، بوتوم توب مش سايب اي حاجه. الباك جراوند كلر بيساوي ايه؟ يلو. الاثنين دول باراجرافز واخدين البروبيتي الاولانيه اللي هي السي اس اس الاولاني، وده الهيدنج واخد عليه متسمع فيه الايه البروبيتيز اللي هي في السي اس اس. طب تعالى نشوف اكزامبل تاني. عندي باراجراف، الباراجراف ده البادنج ليفت بتاعه 200 بكسل، يعني هشيل همشي 200 بكسل من الشمال، والبادنج توب 30 بكسل، يعني هسيب 30 بكسل من فوق، والايه والباك ده والباك جراوند كلر فوشيا اهو، هيديني الشكل ده. طب في المارجن، لو انا عايز، احنا قلنا المارجن ان انا لو نفتكر المارجن، المارجن هي المسافه ما بين الاليمنت بتاعه والصفحه نفسها. تعالوا نشوف. لو انا قلت هنا المارجن 50 بكسل مارجن، يبقى من كل الجوانب 50 بكسل من كل الجوانب، يعني هسيب ادي الصفحه، انا بدات من هنا بقى الاليمنت، سبت مارجن ما بين بدايه الاليمنت والصفحه 50 بكسل من هنا و50 بكسل من هنا و50 بكسل من هنا من كل الجوانب فوق تحت الشمال يمين، والباك جراوند كلر فوشيا، ادي باراجراف وادي باراجراف. تمام؟ المارجن هنا ما اقدرش اديله اي الوان، بيبقى ترانسبيرنت، ما اقدرش اديله اي الوان او خط او اي حاجه، ما بيتشافش. فهو بيتشافت مسافه كده حسب المارجن اللي انت ايه 50 بكسل من بدايه الايه؟ الصفحه كلها. ايه الفرق ما بين المارجن والبادنج؟ البادنج المسافه ما بين الكلام نفسه والاليمنت، المارجن المسافه ما بين الاليمنت نفسه والصفحه. وبرضه في توب بوتوم ورايت ليفت. تعال نشوف مارجن ليفت اهو اكزامبل. مارجن ليفت بيساوي 8 اي ام، باك جراوند كلر فوشيا اهو، اديني المنظر ده مشي 8 اي ام من الشمال والباك جراوند فوشيا. لو انا عايز اشوف اي لي اوت بتاع اي صفحه، اجي على ده في الفايرفوكس، في البراوزر بتاع الفايرفوكس، لو جيت عملت رايت كليك على الصفحه وقلت انسبكت اليمنت، هيوقف لي على الشكل ده. ده الاتش تي ام ال، لو انا دوست على لي اوت هيديني ايه؟ هيديني اتش تي ام ال وهيديني لي اوت جنبه، فانا اقدر اشوف ايه؟ هيعرض لي اللي اوت بتاعت الصفحه دي. هشوف بقى هنا ادي المارجن وادي البوردر وادي البادنج، وهشوف المسافات اللي انا عايز اشوفها في اي صفحه عجباني على الانترنت. اي صفحه عجباني على الانترنت افتح الفايرفوكس واعمل انسبكت اليمنت، وهتشوف الايه؟ واقدر اشوف البادنج اللي اوت بتاعها. تعالوا نشوف اكزامبل في حاجه ثانيه اسمها سي اس اس دايمنشنز، اللي هي الويتس والهايت. دي خدناها المره اللي فاتت. ادي اي باراجراف اديله ويتس، بس لو عايز 350 بي اكس يعني بكسل، والباك جراوند كلر يلو هيديني المنظر ده. طب انا لو مش عايز اشتغل بالبكسل، فاكرين زي 50% او الويتس مش هحددها بالبكسل، لان ده احنا قلنا البكسل ده ثابت مش هيزيد عن كده، لو كبرت او صغرت الصفحه مش هيزيد. ويتس 50% هنا 50% من الصفحه، وده طبعا مش ثابت، يعني كبرت بيكبر معاك، صغرت بيصغر معاك. وباك جراوند كلر اللي هو الاكوا. يبقى البروبيتي في عندي الويتس والهايت، وفي حاجه اسمها الماكس ويتس، يعني الحد الاقصى من الويتس والماكس والهايت، وفي المين ويتس والمين هايت، الحد الاقصى والحد اقل من المين من الويتس والهايت، ممكن برضه نحددهم في السي اس اس. انا ممكن اعمل كلاس للصوره، عايز مثلا اعمل باراجراف عايز اكتب كلام واحط جنبي صوره، فجوه الصوره نفسها احنا عارفين الصوره التاج بتاعها الاليمنت اسمه ايمج، اعمل جوه كلاس اسمه هيدر ايكون، وجوه الكلاس ده اقول مثلا فلوت رايت والويتس 130 بكسل. الويتس 130 بكسل ده احنا عارفينه، يعني هخلي الحجم بتاع الصوره كذا. يعني ايه فلوت رايت؟ يعني الصوره هتيجي شمال الكلام
يمين الكلام، يعني مثلا ممكن اكتب كلام وجنبي صوره، بنشوف كده على الانترنت. فانا بعمل كلاس للايمج في السي اس اس، وطبعا جوه التاج بتاع الايمج بقول ان الكلاس بيساوي هيدا الايكون، فهيسمع الكلام ده على طول. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. اللي هيحصل من الكلام هيبقى هو هنا، والصوره هتيجي ايه؟ هتيجي جنبه هنا على الناحيه اليمين. ليه على الناحيه اليمين؟ لان انا قلت فلوت رايت. طب انا عايز الصوره تيجي على الناحيه الشمال والكلام بجنبها هنا، هقول هنا فلوت ليفت. هتلاقي الصوره جت هنا والكلام الشافت على الناحيه اليمين والصوره بقت على الشمال. تمام؟ طيب لو انا عايز اكتب كلام وصوره جنبه والصوره تكون هي فوق الكلام مش جنبه، تمام؟ يعني هي الصوره تكون ايه؟ تكون فوق الكلام، تكون ايه؟ يحصل اوفرلابنج يعني، تمام؟ اهو بعمل حاجه اسمها كلير. This allows floating elements from overlapping this element. يعني لو تلاحظوا انا حطيت صوره وعملت element وكتبت element، لو تلاحظوا طلع فوق الصوره اهو، ما بيخليش الصوره تعمل overlap على element. لو تلاحظوا اهو ادي الكلام مشي والصوره بقى هو الكلام فوق الصوره، مش اللي مش الصوره اللي فوق الكلام، انا اسف. فبيخلي ايه؟ بيديس الاو فلوتنج اليمنت، يعني بيخلي بيمنع ان الاليمنت اللي هو معمول له فلوتنج ده زي صوره او حاجه ان هي توفرلاب الكلام اللي عندي. تمام؟ فده بعمل بدل ما بكتب فلوت بعمل كلير رايت، يعني هتيجي على الناحيه اليمين، وكلير يعني مش هتوفرلاب على الاليمنتس بتاعتي. والباك جراوند بتاع الايه؟ الهيدنج اهو اللي اهو ادي الاتش 2 اهو كلير رايت، يعني هي اوفرلاب، يعني الاليمنت ده هي اوفرلاب على اي حاجه موجوده في ايه؟ على اي حاجه موجوده في زي صوره او اي حاجه موجوده في إيه؟ في الصفحه. ادي الباراجراف الكلر بتاعه خشي، انا ما عملتلوش قصه الكلير دي، فطبعا ايه؟ ما حصلش اوفرلاب، ما عملش اوفرلاب على الايه؟ على الصوره. يعني ليه الباراجراف ما مشيش كده لحد الاخر؟ يعني وقف عند الصوره، الصوره هي اللي عملت اوفرلاب عليه، لان انا مش عامل له ايه؟ مش عامل له كلير. طب انا عايزه باراجراف يكمل فوق الصوره، فكنت يعني كنت اعمله ايه بقى هنا؟ كلير مثلا رايت. يعني كنا هنلاقي اللون الفوشيا ده وصل للاخر، وحصل ان الايه؟ الصوره الجزء ده اختفى من الصوره. يبقى اذا الكلير بتمنع الاوفرلابنج بتاع ايه؟ بتاع الاليمنت اللي موجود، وبتخلي الايمنت بتاعك هو اللي اوفرلاب على الايه؟ على الـ على الـ مثلا الاليمنت الموجود زي الصوره او اي حاجه. واضح؟ يعني الباراجراف ده لو انا عملت له الكلير كان هو ايه؟ عمل اوفرلاب في الصوره. طيب هنعمل، احنا فاكرين ساعه ما عملنا تيبل وقسمنا الصفحه لتيبلز، ممكن نعمل القصه دي بحاجه اسمها ديف، او نعمل سيكشنز. يعني سيكشنز باستخدام حاجه اسمها تاج اسمه ديف، بيعمل بلوك كده كانه تيبل بالظبط، وجواه زي بدل ما بعمل جوه تيبل جواه تي ار، بعمل ديف جوه ديف جوه ديف جوه ديف، يعني ديف فوق اللي هو بره وبعد كده ديف جوه وهكذا. فانا هعمل ديف مثلا كلاس ستاند اوت جواه هيدنج وجواه باراجراف، هيدينا ايه؟ الاوت بتاع بالمنظر الكلام بالشكل ده. طب انا ممكن الادي كود تاني اتش تي ام ال ادي هيدنج، وجوه في حاجه اسمها الاونلاين سيكشن اسمه سبان. الديف ده اللي هو الايه؟ السكشن الكبير. ممكن اعمل جوه الكلام نفسه جوه الباراجراف، طبعا الديف هو اللي بيبقى بره الباراجرافز والهيدنج وكل حاجه. انما لو عايز اعمل جوه الباراجراف مثلا او جوه اي هايبر لينك او اي حاجه او هيدنج، عايز اعمل سكشن جواه، اعمل اسمه سبان وادي له كلاس اي دي وكل حاجه. طب ايه ميزه الاسبان ده؟ الاسبان ده بياخد اي دي، ممكن اعمل اغير في الفورمات بتاع اي كلمه جوه الباراجراف ده مثلا. يعني مثلا ادي البي سي ار سيكولار بعض الكلام بعد كده. طب انا لو عايز اعمل اي دي كلمه ال سبيكتكولار تمام ايه الكلمه دي؟ المهم الكلمه دي كلها لو انا عايز ايه اغيرها،
عاملاها باك جراوند اصفر تمام، يعني يعني مختلفه عن بقيه الباراجراف ده. بعملها حاجه اسمها سبان، والكلاس سبيشال ده جواه الباك جراوند كلر باصفر تمام. طب الكلام اللي تحت عايز اعمل ايه؟ كلمه اني ادفرتايز برايس اعمل لها ايه؟ لون احمر بكلاس تاني. طبعا اللون الاحمر ده جاي في كلاس ستاند اوت، هجي في السي اس اس ايه اغيره. فانا ممكن الستاند ده ممكن ادخل جوه اي كلام، جوه اي باراجراف لكلمه معينه لجمله معينه واديها خصائص معينه تمام. ولكن الديف ده بيدي خصائص ايه؟ لمجموعه اليمنتس في بعض. طيب هل انا ممكن اعمل بعض البروبيرتيز او بعض الكلاسز مجموعه اكتر من كلاس او اكتر بروبيرتي ورا بعض؟ بمعنى يعني انا ممكن انا عندي ال اي ده اللي هو بيعمل اللي هو المنيو اللي هي البوليتس دي، وعندي سترونج اللي هو بيخليها بول تمام. فانا عايز اخلي فيه بروبيرتي لكلمه تيست اخليها اندرلاين، وعايز كلمه ديسك في الجمله دي بس مش اي كلمه ديسك تمام، او يعني اي السترونج يعني عايز اعمل بروبيرتي السترونج للجمله دي بس اللي هي جوه الكلام اللي موجود جوه ال اي وجوه سترونج. اعمله ازاي؟ اهو هقول ال اي سترونج تكست ديكوريشن اندرلاين. يعني ايه الكلام ده؟ يعني اي كلمه جوه سترونج اللي جوه ال اي خليها اندرلاين. طب لو كان في كلمه سترونج بره ال ال اي مش هيعمل فيها حاجه، يعني زي هارد اكس هارد وير تمام، ما عملهاش اندرلاين. ليه؟ مع انها فيها سترونج. انا قلت له السترونج اللي هي جوه ال ال اي. يبقى انا لو عايز اوصل لحاجه معينه يعني اليمنت جوه اليمنت واديله بروبرتيز معينه، يبقى هكتب اسم الاليمنت الاول ثم الاليمنت الثاني، فهيروح مسمى على ده بس تمام. لو طب انا لو عايز احدد اكتر الاليمنت اللي جوه الاليمنت، يعني السترونج اللي جوه ال اي اللي ليها كلاس امبورتنت تمام، واللي جوه ديف الاي دي بتاعه اد، غير كده اي سترونج ما تعملش كده، لازم تحدد الشروط دي بس. يبقى انا هعمل هاش اد، يبقى الاي دي اللي هو اد، الاليمنت اللي ال اي اللي جواه كلاس اسمه امبورتنت وجواه سترونج، هو ده بس اللي تخليه اندرلاين. لو تلاحظوا اهو، يبقى اذا كلمه تيست بس هنا اللي هتسمع فيها الاندرلاين، مع ان في عندي سترونج اهو جوه ديف تمام، ولكن مش جوه ال اي ما يسمعش. عندي سترونج جوه ال اي وجوه ديف بس الكلاس مش امبورتنت ما يسمعش. ليه؟ لان انا محدد له رول معينه، قاعده الديف السترونج اللي جوه كلاس اسمه امبورتنت جوه ال اي جوه ديف او اي دي بتاعه هو ده بس اللي خليه ايه؟ هو ده بس اللي خليه اندرلاين. طيب انا ممكن اعمل صفحه كامله، قسمنا فاكرين المره اللي فاتت لما عملنا قسمنا الصفحه بتاعتنا بالتيبل، ممكن اعملها بحاجه اسمها ديف، اعمل صفحه كامله اقسمها اعمل لها بانر واعمل لها ليفت كولوم ليفت وكولوم رايت وجزء للكتابه وكوبي رايت تحت، الجزء اللي احنا عملناه في الناحيه في الناحيه العمليه لما قلنا هنعمل مشروع بتاعنا ونقسم صفحه رئيسيه. ممكن اعمل صفحه كامله بالديف، اقول هنا الديف الاولاني اسمه كونتينر، الستايل بتاعه الويدث بتاعه كذا، واحدده الديف هيبقى جواه ديف جواه هيدر. الديف الكبير ده الكونتينر ده هيمثل الصفحه كلها، هعمل صفحه 500 بكسل ممكن اخليها 100% زي ما اتفقنا. هقول ديف ليها هيدر باك جراوند بتاعها كلر كذا، وهحط هيدنج جواها مارجن كذا وتايتل كذا، واتفقنا يعني ايه مارجن توب بزيرو، يعني هيبدا من الاول من مفيش مارجن للتوب يعني زيرو تمام بوتوم قصدي. وهعمل منيو على الناحيه الشمال هديها اي دي منيو وباك جراوند كلر كذا، وهعمل جواها ايتمز كده ال اي وهديها كلاسز معينه، وهايبر لينكس هتشاور على صفحات معينه لسه انا هعملها جوه الموقع بتاعي، وهعمل ديف في الاخر باك جراوند كلر، وهكتب فوتر ديف هسميه فوتر، وهحط فيه جوه الايه؟
طبعا الديف اللي هو بتاع الفي كونتنت ده اللي هو يبقى فيه الكلام، وهحط هنا كوبي رايت. هيديني الايه الشكل ده، ادي الهيدر، ادي الديف الاولاني اهو، ديف الهيدر، الباك جراوند كلر اللون ده، والهيدنج اتش 1 طبعا خط كبير هيبقى بالمنظر ده، وهكتب الكلام ده. وطبعا الستايل مارجن بوتوم زيرو، تمام، يعني هيبدا زيرو، هيبدا من اول خالص، من اول يعني مش هيبقى مش هيزيد مسافه خالص. طيب وادي هنا الديف الثاني، دي المنيو، ده الديف الثاني السكشن ده، قسمته تو ديفز جزئين، الديف الاولاني اللي هو سميته منيو اللي هو ده، والديف الثاني اللي هو سميته ده. الديف الاولاني سميته منيو، وحطيت فيه شويه الهايبر لينكس دول، عملت فيه لسته وحطيت شويه الهايبر لينكس دول. والديف الثاني سميته كونتنت، وكتبت كلمه بادي، وهكتب بقى لو انا عايز اكتب ولكم مسج او اي حاجه. والديف الاخير عملته سميته اسمه فوتر، وكتبت فيه الكوبي رايت نفس الكلام. طب تعالوا نعمل نفس الصفحه دي بالظبط، عملناها اللي هو الديف او السكشنز بالديف اليمنت، تعالوا نعملها بالتيبل، هي نفسها نفس القصه. ادي تيبل 500، بدل ديف هعمل تي ار، فاكرين، والكولوم سبان تساوي 2، وباك جراوند كلر، وهتحط التايتل، وهعمل تي ار تاني اللي هو صفي تاني، وهحط فيه البوليتس، وهعمل فيه العمود الاولاني اللي هو الناحيه الشمال احط فيه المنيو، والناحيه اليمين الكلام، وادي الكوبي رايت نفس، هتديني نفس الايه؟ نفس الصفحه، ولكن باستخدام التيبل. فانت ممكن في المشروع بتاعك عايز تستخدم الديف مكان التيبل، ادي الشكل اهو، عايز تستخدم التيبل هتديك الايه؟ ادي الايه؟ ادي الكود، وده اكزامبل اهو. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.